اهلا ومرحبا بكم في فيديو شحال من مره ما جلسنا وهضرنا وتناقشنا على شي موضوع. الموضوع ديال اليوم ان شاء الله غيكون على العمل في روسيا ولا الخدمه في روسيا. نتلاقاو بعد الفاصل. اولا ومرحبا بكم في الفيديو. في الفيديو ان شاء الله غيكونوا جوج ديال لي ماشي جوج ديال بارت ولكن جوج الانواع. كاين الخدمه اللي جاي على اساس انه يخدم وكاين اللي كيسولني انه باغي يقرا وفي نفس الوقت يخدم. فغنبداو بالبارت الاول للطلبه. بالنسبه للطلبه اللي باغين يقراو ويخدموا فهاد الفيديو ان شاء الله مشان نكتب لكم نقول لكم ها اللي كاين وهاللي كاين وفعلا يمكن لك تخدم ولا شي حاجه. غنعطيكم الامر الواقع اللي كاين الحقيقه سواء كانت مزيانه سواء كانت خايبه. بالنسبه للطلبه وي يمكن لك تخدم ولكن من الماستر وانت طالع ماستر والدكتوراه. بالنسبه للطلبه اللي جاوا يقراو الباشلر او للاجازه فالقانون الروسي ما كيخليكش انك تقرا حيت عندك ما كيخليكش تخدم حيت عندك فيزا. بالنسبه للناس اللي كيقراو الماستر والدكتوراه عندهم الحق يخدموا ولكن فين في الجامعه فقط. يقدر يكون كيعاون استاذ ولا كيعطوه يقري طلبه ساعات اضافيه مثلا التخصص ديالو هو نقدر نقول الاقتصاد يقري الناس اللي قل منه الناس ديال الاجازه السنه الاولى والسنه الثانيه في الاجازه يقدر يقريهم شي تخصص في الاقتصاد بحال عرف شنو شي تخصص داخل في الاقتصاد ولا الا كنتي مثلا عندك مع اللغه الانجليزيه مزيان ولا اللغه الفرنسيه ولا على حسب الجامعه ديالك شنو هو اللغه الثانيه اللي فيها فيمكن لك. عاد بزاف ديال الطلبه كيقراو الدكتوراه ولا كنت رجعتو شحال هادي في الفيديو في اللغات الاوائل ديالي كنت بينت واحد طالب من مالي كيقرا الدكتوراه وكيخدم مع الجامعه كيخدم بارت تايم يعني خدمه غير في اوقات الفراغ وكان كيقري الطلبه الروس ديال السنه الاولى والسنه الثانيه في الاجازه كان كيقريهم اللغه الانجليزيه. هذه بالنسبه للخدمه ديال الطلبه والفيزا ديال الطالب شنو يمكن لك تعطيك الا بغيتي تخدم. راك دابا الناس كيقولوا ولكن اسماعيل كان بزاف الناس في روسيا ولا في روسيا كيقراو يلاه جاو كيقراو ودبروا خدمه. هذيك كتخرج من الحيز الرسمي والقانوني يعني انك تخدم قانوني وكتمشي تخدم بدون اوراق يعني كما كنقولوا حنا النوار ولا في البلاك يعني كتخدم بلا اوراق بلا حتى شي حاجه. هي مزيانه ولكن خايبه في نفس الوقت. مزيانه كتقدر تجمع مصروف راسك وتعاون راسك بلا ما كتحتاج شي واحد لكن خايبه انك كتضيع من الوقت ديالك. او لكن بعض الناس كيقول لك نخدم بالليل كيخدم بالليل وخصو يخدم بالليل مازال يخدم واحد حتى ولا 8 ساعات بالليل وكيف وكيمشي وما كيدركش الا راجع ولا المهم كتكون الوقت ديالو عامر بزاف خدمه ومن بعد ما كاينعش وكيفاه كيمشي يداوم ولا كيمشي للدوام ديالو في 8 الصباح يمشي يقرا ولا في 9 ولا على حساب فوقاش كانت الغدير كتلقاه مرول. او لكن اللي كيمشي كيخدم يومين هو خدام في الصباح كيخدم 12 ساعة ومن الخدمة ديالو كيسالي ديك يومين الخدمة يومين الراحة ديالو كيمشي يقرا وكاين اللي كيعكس كاين اللي مكيقدرش كاين اللي كيولي كيمشي للحس القراية مرة في السيمانة ولا شي حاجة واغلب الوقت ديالو كيخدم. فإذا كنتي مستعد انك دير هكا فما عليك الا اللغة الروسية تكون متقن للغة الروسية كتهضر باللغة الروسية يعني من بعد السنة التحضيرية ديالك من تقرا السنة التحضيرية وتولي تكون بإمكانك تهضر باللغة الروسية فيمكن لك تدبر بزاف ديال الخدامي اللي كيكونوا بلا أوراق بلا حتى شي حاجة وكتمشي تخدم لكن كتعرض المسار الدراسي ديالك للخطر باش انك تدبر الفلوس. هادشي الخوت فيما يخص الطلبة. أجي دابا نمشو للناس اللي جاي على اساس انه يخدم في روسيا. الا كنتي جاي انك تخدم في روسيا كاين جوج طرق. اما تجي من بلادك لهنا كتجيب كونطرا ديال الخدمه يعني من البلاد ديالك كتجيب واحد الكونطرا ديال الخدمه يعني كتكون سنيتي كونطرا في المغرب انك عادي تخدم في روسيا عامين ثلاث سنين ولا ما عرف شحال. هذه ما كتحتاجش في اغلب الوقت ما كتحتاجش اللغه الروسيه لانك اصلا ما قاريش اللغه الروسيه. كتجي نيشان كونطرا ديال الخدمه كتخدم بلا لغه روسيه وكتجي قانوني وكلشي بالوراق ديالو رسمي وداكشي اصلا كتشد واحد الفيزا ديال الخدمه وداكشي. اما الناس الثاني اللي عاد كيجي لهنا باش يدبر على راسو غادي تجي لهنا ودبر على راسك كاين الحل هو انك كتجي مثلا بشي فيزا كما كانت وكتخدم في النوار كما هضرت على الناس ديال القرايه حتى هما كيخدموا في النوار انت كتخدم في النوار ما كتكون عندك لا اوراق لا والو حيت شروط الخدمه ديال الاجنبي في روسيا خصها تكون عنده على الاقل الاقامه المؤقته اذا كان جاي بلا كونطا اذا جات لروسيا لهنا وبغى يخدم خصها تكون عنده الاقامه المؤقته المهم شي حاجه رسميه يا اما الاقامه المؤقته يا اما الإقامة الدائمة أو لا بطبيعة الحال الجنسية. أما لو بغيتي بلا هادو تخدم خاصك تكون متقن للغة الروسية عاد باش تخدم في النوار كيف قلت وتخدم شي خدامي اللي هما عاديين بحال أنك تخدم في مطعم ولا في مقهى ولا في ما عرفتش المهم شي خدام بحال هكا ولا الحفير ولا البني ولا شي حاجة اللي ما كتحتاج حتى ورقة ولا شي حاجة وتكون خدام بالنوار. اللي كيسولوني واش كاينه الخدمه في روسيا ولا لا كنت قلتها في كاع الفيديوهات وكنت قلتها في الفيديو ديال الهجره. اذا عندك الوراق ديالك رسميين ولا جايب كونطرا ديال الخدمه
فركينا الخدمة في روسيا، ولكن بشريطة أنك كتوفر فيك الشروط ديال العمل في روسيا، يعني تكون عندك أوراق رسمية وتكون عندك اللغة، تكون متقن اللغة الروسية، فراه غادي تلقى في خدمة. بالنسبة للأثمنة ديال الخدمة كتختلف كما قلت، كتختلف من ولاية لولاية. مثلا في منطقة موسكو تمن بوحدو، الصالير بوحدو، في هذه المنطقة صالير بوحدو، وفي هذه المنطقة صالير بوحدو. كيفاش تلقى الخدمة ولا فين تقلب على الخدمة ولا شي حاجة؟ هنا فين كيكمل المشكل. الا بغيتي تلقى الخدمه خصك انت تقلب وتبقى تدخل لدوك المواقع. ما كاينش شي موقع رسمي اللي كيعطيك الخدمه، كاينين مواقع باللغه الروسيه، مواقع باللغه الروسيه وما كيكونش مترجمين للغه الانجليزيه ولا لغات اخرى. هاد المواقع كيدخلوا لهم غير الروس، خصيصا الروس يكونوا هنا، كتدخل من الروس ولا اللي عايش في روسيا كيدخل كيقلب. بزاف ديال النماذج كاينه ديال دوك المواقع، منهم كاين حتى افيتو، افيتو اللي كندخلوا ليه حنا في المغرب باش نلقاو شي حاجه تشريها ولا شي حاجه، حتى هو افيتو ديال روسيا. كاين صنف خاص بانك اما انت كتحط السي في ديالك باش بنادم يعيط لك في التليفون باش تخدم عنده، ولكن خصك تكون هنا في روسيا باش يعيط لك، ولا كتقلب انت كتلقى واحد حاط واحد البيان باغي يلقى خدمه. كاين رابوطه بالخدمه، هي الخدمه بالروسيه. كاين بزاف ديال المواقع لكن باللغه الروسيه، ممكن انا نحطهم لكم ولكن ما كنظنش غادي يفيدكم في شي حاجه لانهم باللغه الروسيه وخصك تكون هنا في روسيا. كيف قلت لكم هاد المواقع اللي ذكرت لكم كاملين خصك تكون هنا في روسيا باش تلقى، باش تقلب، حيت هما كاملين باللغه الروسيه وكتقلب على خدمه هنا وخصك تكون اصلا مقيمين. حيت اون فوا كتلقى الخدمه راه كتعيط للانسان في التليفون كيدير معاك، مابقاش تجي دير معاه انترفيو ولا يجي يشوفك وتعطي السي في ديالك وداكشي. اما باش تقول لي انا في المغرب اصلا ما كاينش شي طريقه باش توصل معاه من غير انك تعيط لي في التليفون ولا تصيفط لي رساله في داك الموقع، كيكونوا داير واحد الخاصيه ديال الشاط، كتشاطي انت وياه في نفس داك الموقع، كتصيفط لي ميساج كتقول لي انا هو فلان بغيت نجي للخدمه، كيقول لك صيفط لي السي في ديالك، صيفط لي وكيتفاهم معاك فوقاش انك تجي تخدم. اما بالنسبه للناس اللي عندهم دبلومات وبغاو يجيو يخدموا في روسيا بدوك الدبلومات ديالهم، ما عليك الا انك تدير ليه معادله ديال داك الدبلوم ديالك، يعني وديك الساعه كترجمو داكشي كامل وكيجيو كيشوفو هنايا داك الدبلوم وكيشوفو واش يمكن لك تخدم به ولا لا. هما كيحددو ديك الساعه، كتجي لنا وكتشوف داك الدبلوم ديالك واش ساوي عندهم ولا شي حاجه ولا لا. بالنسبه للنظام ديال الخدمه انا في روسيا كنت هضرت عليه بزاف ديال المرات، كل خدمه وكيفاش. كاين شي خدامي كيف قلت بزاف د المرات، هذه الصراحه المعلومه قلتها بزاف د المرات. كاين الخدامي اللي كتخدم بنظام ديال يومينيه وكترتاح يومين، يعني كيكون ما كتكونش كتخدم بزاف، يعني كتقدر تخدم في الشهر كامل شي 15 حتى 20 يوم. كاين شي خدامي اللي كتخدم فيه 10 ايام، حتى 10 ايام في الشهر ومرتاح 20 يوم. دوك الخدامي اغلبيه كيكون عساس، كتكون خدام عساس. وكاين الخدامي الرسميه اللي كتكون خدام مع الدوله، هذوك كتخدم يوميا، كتخدم من الاثنين سال الجمعه، كيكون عندك السبت والحد. في روسيا السبت والحد هو الويكاند ديالهم، هنا هو اليوم ديال الراحه، ما كيخدموش فيه، ما كيخدموش فيه. بالنسبه للناس اللي خدامين مع الدوله ولا الاساسيده وداك التخربيق، كاين بعض المرات في الجامعه كتقرا لك عندك شي حصه كتقدر يزيدوا لك الاستاذ حصه ولا شي حاجه، كتخدم نهار السبت كتقرا، لكن اغلبيه السبت والحد ما كتكونش فيه الخدمه في روسيا. بالنسبه للدوله ما الخاص وداك الشيء راه تقدر تخدم السبت والحد. كنظن هذا الشيء اللي كاين على الخدمه في روسيا، وكنتمنى الخير لاي واحد بغى يجي يخدم في روسيا. طبق هاد الشروط، حاول ما امكن تكون متقن اللغه الروسيه، حاول ما امكن تكون عندك على الاقل شي حرفه ولا شي دبلوم ولا شي حاجه، وحاول ما امكن من المغرب تلقاكم انت هاد الخدمه باش تجي تخدم في روسيا. ولا تجي حتى لهنا، ولكن من غادي تجي لهنا خص تكون عندك الاقامه، يعني تحاول تدبر الاقامه واللغه كيف قلت ضروريه باش تخدم. ونتمنوا الخير لاي واحد في الحياه ديالو. كمعكم اسماعيل الكرام، اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم كنتمنى انكم تبارطاجوه مع اصحابكم، دير لايك، كنتمنى انكم تدعموا القناه حيت كنقدموا لكم المحتوى اللي كتبغوا. اذا كنتي جديد في القناه وكتفرج هذا الفيديو اول مره، دير لايك وكومونتير وبارطاجي الفلوق حتى اذا كنتي جديد، وشارك ضروري شارك في القناه. اذا عندكم شي موضوع اخر بغيتو نهضر ليه خليه في الكومنتات ان شاء الله نهضر ليه مره اخرى. المهم كنرتاحوا فلوق وبوز تايم وداكشي، مره تكون واحد تايم اوت، تايم كنوقفوا فيه وكنديروا شي فيديو اللي كنهضروا فيه على شي موضوع مهم وبغيتو نتوما نهضر عليه. وما تشيل كان في الفيديو ديال اليوم، معكم اسماعيل الكرام، بقاو ديما مبتسمين وايجابيين. بيس. ولا نقز على الحق، نقز سمعتك تقول قاسكي نقص. لا شلقة ديولي.
عندكش تدنا السنسور خوت تاك بغيت الله عليك والله الا كان شادين فيا شادين فيا قبل نتايا كنضحك معاك عبد الله كومونطو لهم كومونطو خيفوتوني شويه فوتوك شويه عبد الرحيم عبد الحق عبد الحق عبد الحق ما تعصبش صاحبي راه كنضحكوا معاك والله راه هو ما عندكمش السنسور تاعي